الجوهر المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. أما بعد فهذا تاني خطاه، بعتين طي وما قدرنا المولى علي، وحنبعت لك في ظرف الجمعة طرد الطرحة والجزمة بتوعك وكساوي عزيزة وعيد. دورت الحسبة في راسي وقلت يا وادي أحراج، هو يعني جنون العيل ما يدوكش الكسوة غير في العيد؟ أمال كيف العيل حيحس بابوه جنبه إذا كان الأب بعيد؟ بقى أول ما دلجنا يا فاطمة بابور السد على محطة أسوان، أنا والجدعان حسيت بدوخة، أول مرة بسيب جبلية الفار. رحنا المكتب طلعنا البطاقات ومضينا على الورقات، آه يا فطاني لو شفت الرجال هنا، قولي ميات ألوفات بحر من ولاد الناس، اللي من درجة واللي من البتنون واللي من أصفون والتل، جدعان زي عدان الزان سايبين الأهل، وتطل في عين الواحد يا ولده على الغربة. عارفة يا مرت الراجل في الغربة يشبه إيه؟ عود درة وحدان في غيط كمون. حسيت بالخوف ناشع في عروقي زي البرد. قضينا الليلة الأولانية في أي مكان، العين مشقوقة والبال زي الغلة اللي بتسرسب من يد الكيان. وندهت عليكم قلت يا فاطمة أنا بنده، سمعاني سمعني يا عيال، النبي لولا الخوف واللوم من الغربة لركبت القطر وعدت قبل ما روح لموظف قبل ما رد سؤال. وقعدت أعقل نفسي وأقول يا حراجي يا أبوي، وما جيت ليه؟ الخايف من الغربة ما يجيش، اتحمل علشان كسوة عيد ورغيف العيش، لكأنك يا أخي رحت الديش. من خوفي يا مرتي قعدت أهد الرجال، فاطمة أول ما تفك الخمسة جنيه اطلعي على الفور ودي حساب عمران وجنيه بنبى الصباغ، والباقي زيحوا بيه القارب لما يعدلها الرحمة. سلمي على الولد وعلى الحج التايب بلا كتر كلام، سلمي على كل اللي لينا فيهم نايب، واوعي يا فاطمة لما ارجع وابص في وش الاولاد اعرف ان ابوهم كان غايب. واحنا هنا بنستنى الجوابات بفروغ صبر، طول ما الجوابات رايحة وجاية اعتبر كأني باجي اشوفك واجي زوجك لسط حراجي.